اش بيكم البنات؟ تحس فيكم ما كنتمش قد بعضكم جمله راه. بصراحه الولاد كفرنا لها بالخروج انا واختي، ما يساعدناش هكا. اسمع برجو لي خير سامي بانك سفرانك، نحب ناخذ في سكوير واحد اخر. قتلتنا بريحه الزل، تخش علينا صحب ثور. هيك عليه باش تجيو تخطبونا غدوه مع عند خونا الكبير كوكو. مالا خوتي تحب تاخذ فيست كيلو واحد اخرى؟ اي برا بيع هذي فمش مسلك غدوه برا. تي ديجا هذي ماخو فيها افونس ونتاعك حاطها على نص للبيع. رانتي حي صوره. مش تنساو غدوه راهو غدوه. غدوه. شنيا هذي مروح انا مروح. تيجي ينصورة تقال حس في دار الجيران هذي راه. بسم الله الرحمن الرحيم. صار شكون حلو يا نصورة؟ أنا اللي حليت الباب. جاي نمسكو. سامي الدريدي، نصر حباشي، تفضل لطفي. كوكو جاي انت لكلاي بي بي جي ولا الى منها كل باش معناها تقول لي معناها كوكو في الاخر جادور معاك صح. سامي خاي كان هذا كوكو مالنا شني يظهر لي فيهم حندرون البنات جايين انتم معناها خطبه وفازات هكا باش تخطبوا البنات بالورد بركه في بالكم معناها فما عندكم معناها استاجات نتاع بدنكم الكل اللي باش تستعملوه معناها باش نبداو من الاول بالوطنين عاود 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 اللي باش نقولوا لك ما سالش والا كيفو نجمو الموسيقى ما تقتل بتونس لا تقتل قولوا لي قولوا برا قولوا سد نقدك اللي كرزوا مروكي زي بيرفا مروكي بعض ما ندور بتونس ما يقتل تسمى فرقو قال سكما فرقو نخلي المروكي نكون من اختوخو يا كل عام وطوما حين بخير يا عاد سالك لا يا ذي برا صور زمد خلقة تلقى ما تقتل بلا 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 علينا وعليك كل عام وتحل بخير دي ظاهر فيكم ناويين على خطبة وعلى عرس سوز انتم جايين معناها كي وسكى لك لك لا الوطنين وطلعتوا انتظلوا على الاخر برا خلينا نجربوكم توا في البراويات نتاعكم مثلا استاج الثاني يا عبد ايش يا بابا ايش ايش اقعد انت ايه نقدرك انت اولا والله زي ما انش عم تقدر اقعد انت يودي اقعد انت اقعد انت يا نصور يودي انت قبل شيء كل عام وانتم حيين بخير اه يا نصورة شنو حكيتها كل عام انت حي بخير هذا سامي اه كل عام وانت حي بخير ونوار وعاملين وكل هكا تو هاي اسمعني انتم في وضنيكم وفي يديكم ويظهر لي حتى في مخاخكم الجمله صاحبي باش نعطيكم الفرصه معناها هذايا اللي اكثر من الاخر الاستاج هذايا نتاع الوحش اللي فيه هو صديق مش معناها خطبه صح تريح مع خطيبتك وتريح مع خطيبتك واذا كان غلبتوهم التربيه نتاعي فيهم خساره صاحبي مبروك عليكم يا نصور هذايا راهو استاج ساهل فرصتنا صاحبي ايه دي زاونا بي يحسب ناخذين يوم البنات اي وينهم وين تو سامي علاش ما جانيش من الاول استاج هذايا رانا عرسنا اللعبه سهله شوف البراءه على وجوههم والمحبه والدنيا والفازات كل عام وانتم حيين بخير في بالكم مكاكه شويه نوار على شويه كعك ورقه وبقلاوه ويجخت مسيبه هي صح اللي صار لكم الكل ما زلنا نفضلكم هذا يا خويا التقطيقي واللي فام دو ديسمبر في السعيديه مازال صاحبي الفلاقي مش مازال ولاد فلاقي وكل عام وانتم حيين بخير وانتم الزدا مرحبا بكم في سهر كيك بوكسينج تي كي 1 فايت نايت 3 نهار 22 ديسمبر في سالة السعيدية سيدي بوسعيد تلقاو تسكر على تسكرتي بوانتيان ابارتيغ من 10 دينار تستنى فيكم برشا كومباوات وبرشا موزيكا وبرشا شو في اللونيفو